لسه معاكم ولازال موضوعنا عن التخاطب ومهارات اللغة، ولازلنا هنتكلم عن التوحد ونتكلم عن أمور أخرى. ولازال بينورنا وشرفنا الأستاذ الدكتور محمد بركة. وأستاذنك يا دكتور، بس في برضو كام تليفون لحضرتك. كل سرور معنا. أستاذة ميرفت من القاهرة. أستاذة ميرفت أهلا بيكي. يا أستاذة ميرفت، ألو، معاك مدام مريم لو سمحت. مدام مريم، يا مدام مريم صباح الفل. صباح الخير يا سهاج، انا من البحر الاحمر. اهلا، اجدع ناس، تفضلي. الله يخليك. معايا بنتي 14 سنه. فالكلام بالعافيه بتنطق، بتوقف تحتي ومع زمايلها بتتكسف خالص. طب هي ليها اصحاب يعني، وبياخدوا ويدوا مع بعض زي البنات كده وبيشكسوا مع بعض ولا لا؟ ليها اصحاب، بس هي في الكلام بس يعني بتحس نفسها بتتضايق لما بتعرفش تتكلم. اخبارها ايه في المدرسه؟ لا كويسة، شاطرة ممتازين. شاطرة في المدرسة بس زي ما احنا بنقول كده، معرفش ده علم ولا، بتتهته شوية صح كده؟ صح، لما تيجي تتكلم كلمة بالعافية بتنطقهم كده يعني. طول الجملة. طب بتقول جملة من كام كلمة؟ يعني يا مدام ماريا؟ يعني بعد الساعات لما تحرك الكاف أي حاجة، يكون متعصبة، يكون متعرفش تتكلم كويس. فهي ده عامل لها أزمة يعني معاها ومع أصحابها. بتتكلم بسرعة وبيبقى كلامها غير مفهوم. لا هي بتتكلم هي كويس عادي، بس المشكلة في الكلام نفسه بعد ساعات الكلمة مش بتقدر تكونها. طيب ماشي مدام مريم، أنا حاضر. 14 سنة وما بتقدرش تكون جمل طويلة وما بتحكيش. لا 14 سنة ده يبقى المفروض خلص التخاطب من سنين. بس هي شاطرة في المدرسة. عندي شك في دي، معلش. فهو اصل دايما احنا بنقول الطفل يتكلم ليتعلم. ممكن تكون شاطره في الرياضيات، الحساب. ليه؟ لان ده ما بيعتمدش على اللغه، لكن المواد اللي لها علاقه بالتخاطب زي العربي، زي الدين لو فيه، زي الدراسات الاجتماعيه لو فيه، على حسب المرحلة الدراسية. لا دول يتأثروا. يعني الحاجة في الناحية التحصيلية اللي عاوزة كلام لا تتأخر فيها. لكن هو الأزمة يمكن بعدها جغرافيا خلاها بعيدة عن الأماكن الكبيرة اللي ممكن تتقيم فيها، ولكن لازم يتعمل لها تقييم شامل. يعني دي تيجي القاهرة يوم واحد بس. بيتعمل تقييم ايه يا دكتور؟ تقييم لغوي يعني؟ هنا 14 سنة لازم برضو هقول الكلام اللي بدأت به، التاريخ المرضي. عذرا يعني عاوز إن من لقاء النهاردة ده ندي أهمية أول التاريخ المرضي ده. لأني يعني ده مهم جدا، لازم نفتكر الطفل اللي حصل له مشكلة في حمله أو في ولادته أو في أيام الطفولة الأولى، أبقى عارف أنه احنا بنقولها في الطب هاي ريسك، يعني عرض اكتر لخطوره ان يجي له امراض تخاطب او يتاخر دراسيا زي بنتنا اللي هي 14 سنه دي. هتقول شاطره في الناحيه التحصيليه، ممكن تبقى شاطره في الحساب، لكن الحاجه اللي عاوزه تخاطب، عاوزه كلام، لا هتتاخر فيها. استاذن حضرتك معانا تليفون. ام فلوباتير اهلا بيكي. ام فلوباتير اهلا بيكي. اهلا بك يا استاذه حياه، صباح الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. صباح الفل، اتفضلي سؤالك. لو سمحت انا عايزه اكلم الدكتور بس اقول له على حاله ابني. ابني ساعه ما اتولد يا دكتور، كان اول ما اتولد صرخ الصرخ اللي حضرتك بتقول عليه. الحبل السوري كان ملفوف حوالين رقبته، فللاسف الدكتور ما فكش الحبل السوري، هو رفعه من رجليه وفك الحبل السوري بابني، لف ابني يعني. فتقريبا حصل له نقص اكسجين. المهم انا استلمت ابني كان لونه اصفر خالص. فمن وقتها لحد النهارده ابني عنده 9 سنين، انا عماله بلف فيه في كل حته. اخر تقرير الدكتوره قالت لي ده عنده كهرباء نشطه في المخ زايده، وعنده سمات توحد. وسمات توحد. طب هو بيروح مدرسه ولا لا؟ انا موديه المدرسه بس مسجلاها بس يا استاذ اسحاق. مش بتوديه يعني المدرسه؟ لا هو في البيت. يعني هو في البيت عباره عن ايه؟ هو بيتكلم. هو في الاول قبل ما اديه العلاج ده ابني كان كويس، كان بيساعدني في حاجات وبيعمل حاجات. من ساعه ما اديته العلاج ده بطل يتكلم، يعني ما كانش بيتكلم هو خالص، بس كان بيقول بابا وماما والحاجات الخفيفه اللي كانت بتتقال. بعد ما اديته العلاج منع الحاجات دي كلها، وبيجي يصدر اصوات كده من بقه انا مش فاهماها. طب
طيب عينينا حمرا. طول الجملة، طول الجملة. بيتكلم جملة من كم كلمة يعني كده؟ لا لا، هو ما بيقولش غير ماما بس. بيقعد ينطق حاجات كده مش مفهومة. طيب حاضر يا مفلو بتيل، 9 سنين بيقول ماما بس. طبعا هو ما بيروحش مدرسه يعني، بس هي هنا كويس انها فاكره ان حصل نقص اكسجين عند الولاد، ودي اهميه التاريخ المرضي. اصل هو من اللي قالته ده عرفنا سبب التاخير، واذا كان بيقول كلمات فرديه ده يبقى زيه زي اللي عنده سنه وبس. يعني الهمه 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 وما نخافش. الهمه يعني نعمل ايه يعني؟ الهمه اقرب مكان تخاطب ليها، بس يبقى مكان فيه طبيب أمراض تخاطب. ما نستسهلش ونجيب حد ما هوش طبيب، ما هوش عارف يقيم الحالة ولا عارف يحط له خطة دقيقة. لا يعني في بنشوف أخصائيين كده، ما ينفعش دكاترة، ما ينفعش. هو علميا ده ما ينفعش خالص خالص. ده ما يعني ما يقيمش المريض ولا يحط له خطة ويتابعها، خطة ويتابعها إلا الطبيب، ما ينفعش. فهو ده اللي خلاه عنده 9 سنين بابي بس بيتكلم. لكن هي تروح وتتابع. هي لو قالت لي فين في القاهرة أنا هقول لها جنبك فلان، بس هقول مكان حكومي. يعني لازم. يعني إيه مثلا أماكن يا دكتور في القاهرة؟ في كل القاهرة فيها تخاطب. تمام. كل القاهرة، بس دايما بنقول الأماكن الكبيرة زي المستشفى. بتميل أكتر المستشفيات الجامعية اللي فيها إمكانيات أكبر. أي. وفيها عدد أكبر من الأطباء، لكن ممكن يكون في أماكن تانية تكون يعني مش بقوة المستشفيات الجامعية، لكن برضو لازم ما يقيمش الطفل ولا يحط له خطة ويطبع خطته إلا الطبيب، ولازم نلجأ للقياسات وما نزعلش من القياسات دي عشان نحط خطة دقيقة ونتابعها. لكن 9 سنين وبيتكلم كلمات فردية زيه زي اللي عنده سنة علشان بس أهمل رغم إنها عارفة السبب. يعني مفيش. ماشي يا دكتور، استاذنك معانا استاذ يونان من المنيا. استاذ يونان اهلا بيك. يا استاذ يونان، الو الو الو، هاي اتفضل يا استاذ يونان معاك. اسمع يا صاحب، صباح انا الفل. عندي حفيده سنتين الا شهر. اي كلامها بابا ماما مام اوعى ايه ده، فانا خايف عليها. بتقول كلمه واحده يعني؟ هي ذكاء فوق ما تتخيل خالص خالص خالص. شاطرة. جدا جدا. بتروح حضانة ولا لا؟ لا لسه سنتين الا شهر. طيب عينينا حاضر يا استاذ يونان. بتقول كلمة واحدة. سنتين الا شهر وبتقول كلمات فردية. يبقى ناقصها ال 11 شهر اللي فوق سنة. يعني ايه؟ يعني كده يبقى العمر اللغوي سنة. بس هي سنة و11 شهر. تبقى متأخرة ال 11 شهر. جميل جدا حاجتين. ان هو انتبه للتخاطب هو بدري. حلو. وهيعرف فايدة السؤال ده وهو رايح يقدم للمدرسة. ادي واحد. الحاجة التانية انه فاكر انها يعني بتقول كلمات فردية. الحاجة التالتة ملاحظ الذكاء. بس يعني الحضانة مطلوبة جدا. فاضل بس يعني ايه زيارة واحدة. بيقول ذكية يعني ممكن. أيوة. يقولها مثلا اكيد من بيطلب منها حاجة هي عارفة عارفة ده ايه. ما هي دي اللغة الداخلية. دي اللغة الداخلية ودي مطلوبة جدا. فاذا دي التقدم معايا بقى بسرعة. ليه؟ اتلحقت بدري. يعني هو منتبه للمعلومات الهامة وبتروح الحضانة. فاضل بس زيارة واحدة لأقرب طبيب أمراض تخاطب ليه عشان هيقيم الطفلة برضو بدقة. هيطلب اختبار السمع ضروري وهيعمل اختبار اللغة. حد هيقول لي هو في اختبارات للغة بدري كده؟ نعم، في اختبارات للغة للرضع وفي اختبارات ذكاء في أول عامين. نعم، يعني ما حدش يقول لسه بدري. طبعا. هي الأزمة كلها من لسه بدري دي. طبعا. لا، احنا عاوزين نتدخل بدري. دكتور، في مدام ناهد بعتلنا بتقول أنا حفيدي عنده 2.5 سنين. لا يتكلم إلا بابا وماما. هي كان والدته كان عندها إجهاض منذر أثناء الحمل. وهو بيروح حضانة من سوري وديناه لدكاترة التخاطب، قال له لما يكمل 3 سنين. هل هذا صحيح أم محتاج من الآن مع الشغل؟ معلومة غير دقيقة. معلومة غير دقيقة بالإطلاق. لكن هو 2.5 سنين ده لازم يعمل جملة من 3 كلمات. أي 2.5 سنين جملة من 3 كلمات. تمام. طيب يبقى هو هنا عايزين إيه؟ عاوزين يعني طبيب أمراض تخاطب يقيمه ويستمر في الجلسات. وعلى هيعدي بر الأمان. تمام. لكن 2.5 سنين المفروض تبقى جملته 3 كلمات.
بيقول كلمات فردية لا يبقى متأخر الباقي. دكتور في فروقات في المهارات ما بين الولد والبنت في موضوع الكلام ومن سن قد إيه ويبان إزاي؟ حاضر. هو الفروق يعني هو اللي بنقول الأنثى هي الأقوى بيولوجياً. يعني إيه؟ يعني أصلي الخالق الأعظم مخلي دايما الأنثى هي الأقوى بيولوجيا. يعني إيه أقوى بيولوجيا؟ القوة البيولوجية هي القوة في مقاومة الأمراض. القوة في مقاومة الأمراض. أيوة. ربنا عمل كده عشان الحمل. أيوة. والولادة. الله 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 فعلا. لأن يعني شوف كل شهر بيحصل لها إيه؟ الحمل 9 أشهر، الحاجة التانية الولادة، المجهود، فمخليها الأقوى بيولوجيا. وعلى كده أمراض التخاطب إن أصابت أنثى طفلة واحدة، طفلة أنثى واحدة تصيب 4 ذكور، يعني 4 إلى 1. يعني أربعة الولاد متعرضين أكتر لأمراض. أيوة. التخاطب. أيوة. 4 أضعاف البنت. أيوة. لأن البنت أقوى بيولوجيا ودي خلقة ربنا كده، هو مصممها لاستمرار الحياة. فلازم ايوه فلازم تكون هي القوه في مقاومه الامراض. فالبنت دايما اسرع في الكلام. ايوه. ايوه ايوه. لكن برضو لازم نمشي على الجدول الزمني الطبيعي اللي انا قلته في لقائي السابق ده. أيوة. وممكن اقوله حتى بسرعه سريعا يا دكتور. سريعا. اللي عنده سنه لازم يقول كلمه فرديه، بيقول بابا أو ماما، ويشاور بصابعه على الحاجة اللي هو عاوزها اللي أنا قلته الانتباه المشترك في اللقاء السابق. اللي عنده سنة ونص يكتسب الانتباه المشترك كاملا ويعمل منظومة من وحدتين. يعني يقول ماما مام، بابا جه، بابا حبيبي، ألو بابا، يبقى جملة من وحدتين. اللي عنده سنتين ونص يبقى جملة من 3 كلمات. بداية بقى من العام الثالث هيكتسب، أو برضو من عمر سنتين ونص، حاجة اسمها أدوات الربط، حروف الجر والعطف والمذكر والمؤنث والضمائر والحاجات. ودي مهمة جدا، مهمة للمعاني في كلامنا، مهمة للتحصيل الدراسي للطفل. البدء من عمر 4 بداية السرد القصص المنتظم والكلام المسترسل. من 4 سنين يبتدي يحكي بقى. أيوة. وخياله يوسع ويحكي لنا حكايات. أيوة. كلام مسترسل يعني نقعد نتكلم عن أحداث الحياة. يعني لو راح الحضانة أقول له عما إيه اللي حصل، لازم يرجع يحكي كل حاجة حصلت، وتبقى الأفكار متسلسلة صح ومتصلة ببعضها. وضروري إن أنا أسأله يا دكتور أنا عملت إيه في الحضانة، أصل الولد خطف مني السندوتش فأنا رحت المس وقلت، لازم يحكي كده. هي مش ضروري إن أسأله، لكن الضروري إني يعني نتأكد إنه فعلا لغته قد عمره الزمني. لكن يعني ما تبقاش لغة التحقيق، يعني إن سألت الطفل ببقى يعني كأني بشحت منه الرد، لكن إن جه يتكلم لا يبقى إيه، أسيبه يتكلم وما أطعوش، وأديه حقه في الإصغاء إليه عشان ما يجيش مرض اسمه التهتهة. يعني ما استعجلوش وما أجبروش. تمام؟ استعجلوش عشان ما يتهتهش. أيوة. يبقى بنقول يعني نبقى سمعين الأكتر، يعني نسمع أكتر ما نسأل ونقاطع. طبعاً. خاصة إن الطفل ما يتحطش أبدا في وضع تقييم أو في وضع، يعني فأنا بقول على المنزل لكن الطبيب يقيم، دي شغلته. لكن الطفل راجع من المدرسة، راجع من الحضانة، جعان، عاوز ينام شوية، يعني إيه، عايزين نسمع الأطفال. طبعاً. أكتر ما نسألها أو نقاطعها. أستاذن حضرتك معنا مدام تريزا، أهلا بيكي. صباح الخير يا استاذ اسحاق. صباح الفل على حضرتك. صباح على الدكتور. الله يصبحكم بالخير. اتفضلي سؤال. والله حضرتك انا عندي شاب 26 سنه. من هو سنتين صغير كنت بوديتها خاطب ويعملوا رسم مخ وماشيه معاه في العلاج. هو عنده عدم تركيز في المخ. كان في المدارس الحكومه مش ماشي، كنت بوديني يعني. تمام. فهو خد دبلوم بس ما عرفش يقرا ولا يكتب، بس بمجرد ان انا اديتها له عشان ممكن مرحله الجيش. جه دخل الجيش 6 شهور وخد اعفاء. يجي يتكلم بعض الكلمات، يعني كلمه توك توك مثلا يقول لك توت توت. لغايه دلوقتي فايه يعني، وعايز برضه تروح تأهيل مهني، وعايز الحاجات اللي حضرتك قلتها عليها. تمام. فده اعمل ايه معاه؟ لكن هو متعايش ازاي مع الحياه؟ يعني بيشتغل حاجه، عنده صنعه، عنده اي حاجه؟ لا. هو انا كلمت حضرتك قبل كده بيشوف. تمام حاجة. ماشي يا مدام تريزا. مهما كان السن الانسان له الحق في العلاج. فهي ما تيأس.
لكن برضو لازم نأخذ بالأسباب العلمية اللي مكتوبة في الكتب. طيب إيه الأسباب العلمية؟ برضو نزور طبيب. هي كويس أو إنها فاكرة التاريخ المرضي ده مهم جدا. وبعدين هنبتدي بقى نقيم وعلى حسب القدرات الحالية لغوية وذهنية ومعامل الذكاء، كل ده يتعمل ويبدأ جلسات التخاطب وتتفائل خير مهما كان السن. تتفائل طبعا العلاج بدري كان يبقى أفضل وأسهل، ولكن ما فقدناش الأمل. بس الفكرة كلها السعي، السعي والبداية. البداية المبكر الأفضل والاستمرارية. دكتور أنا وقتي بيخلص، بس يعني عندي سؤال وممكن بعد كده نفتح له حلقة لوحده. التوحد، ازاي اعرف ان ابني هو طبيعته هادي جدا ولا هو ربما يكون بيعاني بشكل او باخر من امراض التوحد؟ هو حضرتك التوحد ده من امراض احنا بنقول تابع لمجموعه بي دي دي. بي دي دي يعني امراض التخاطب التطوريه الشامله، يعني بيصيب طفل من كل 83 طفل بيتولدوا. يعني قصته مع البشرية بدأت من سنة 46. طفل اتولد ويعني خلاص هو المفروض لما نندهله يرد علينا، لاحظوا ان الطفل بنكلمه ما بيردش. يجي على بالنا ايه؟ انه مش سمعنا. عملوا اختبار السمع ووجدوا ان الطفل ايه؟ بيسمع. ايه اللي يخلي طفل عازل نفسه، حاطط نفسه في شرنقة زجاجية، شايف الناس والناس شايفاه لكن ما بيتكلمش معاهم. حضرتك بتقول لي يعني هرد بسرعة جدا ان المرض ده زايد ليمد شوية، بس هي الزيادة حقيقية وزيادة إحصائية. يعني إيه زيادة حقيقية؟ فعلا بيزيد. الحاجة التانية زيادة إحصائية، زيادة تسجيل الحالات. يعني بقى لكثرة ما فيه تركيز إعلامي عليه فبقى فعلا واخد أهمية، وده شيء طيب. طيب فيه ثلاث علامات مهمة قوي. طبعا علامات الأعراض والعلامات في مرض التوحد دول 15 حاجة، لكن هقول أهم ثلاثة فيهم. أهم ثلاثة فيهم نمرة واحد، يكون الطفل كان بيتكلم وبطل يوظف الكلام اللي كان بيقوله. ودي في الغالب بتحصل في عمر سنة ونص أو قرب عامين. ده كان بيسمع حطت والده المفتاح في الباب، السلسلة بتاعة المفاتيح، يجري على الباب يقول بابا جه بابا جه، لا يبطل الكلام. يبطل الكلام لكن عشان بس الناس ما تزعلش هيرجع له الكلام تاني. أدي أول حاجة، يعني فقد المكتسب. يعني يكون اكتسب حاجة وفقدها. فقد الانتباه المشترك، تاني فقد هي الانتباه المشترك. يعني ايه انتباه مشترك؟ تتلاقى نظرة العين في عمر 3 أشهر. الحاجة التانية يلعب مع الأم في عمر 8 أشهر، تكتسب وظيفة الانتباه كاملة في عمر سنة ونص. يبقى فقد الكلام بعد اكتسابه، فقد الانتباه المشترك، فقد اللعب التخيلي. يعني ايه اللعب التخيلي؟ ايه اللعب التخيلي ده؟ هو حضرتك لو حطينا قدام طفل طياره لعبه، تمام؟ هيمسك الطياره ويتظاهر على انه ايه؟ بيطيرها. طيب لو جنبه ريموت بتاع التلفزيون مثلا، طب هيعمل ايه؟ هيمسك الريموت ويتخيل انه برضه ده ممكن نلعب به كده كما لو كنا بنطيره زي الطياره. دول الثلاث علامات بنقول عليهم في الطب ريد فلاج. يعني ايه ريد فلاج؟ رايه حمراء. انتبه للتلات علامات دول. لاحظنا الطفل بيرفرف، بيردد كلام نصدى، بيحب الأشياء اللي بتلف، يعني يحب المروحة قوي، يحب يلفف الأشياء. إيه بتبين مشكلة؟ لا، من علامات التوحد. دي محتاجة يا دكتور حلقة لوحدها دي. أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ الدكتور محمد بركة، أستاذ أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس. نورتنا جدا وأفدتنا جدا يا دكتور. شكرا سعادة الباشا. شكرا يا فندم. شكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة. إن شاء الرب وعشنا يوم الاثنين اللي جاي يكون معاكم أنا وهبة وحلقة جديدة. وصباح النور.